لو بتعد في المنزل فدايما هتعد بكميات معتدلة في الدهون والسكريات. واصبح دي بقى من ضمن الايه وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة او المعرفة، هنلاقي كده معظم الاماكن ومعظم مصادر المعلومات بتقول لنا على طرق طهي وسلطات حديثة شوية، وبالتالي في وصفات كتيرة لصنع الكحك والبسكويت والفول باستحالة ان ما يكونش فيها دهون وسكريات، ولكن بيتم اعدادها بكميات اقل من السكر والدهون، وبالتالي دي بتكون افضل بشكل كبير. لو انا هاخدها استبدل او هعمل اضافة عليها بالمكسرات اللي هي مصادر جيدة للدهون لو انا عايز احطها معاها، وبالتالي الاعداد بتاعها الجيد هيبقى هو في حد ذاته المفتاح للاستهلاك. ولكن مع الاعداد الجيد ومع تقنين الكميات اللي انا باخدها هقدر استهلكها واوزعها على مدار الايام. بس طبعا بنتكلم ان هي مقترنة بالعيد، ما جيش برضو اول يوم العيد واخد كمية كبيرة جدا طول الوقت او طول اليوم، لا.